بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أجمعين. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله ومن والاه وأصحابه الغر الميامين أجمعين، أفضل الصلاة والسلام. اليوم نتكلم عن الشوفان، أحد أصح الحبوب النباتية على وجه الأرض. الشوفان، وما أدراكم ما الشوفان؟ لو تعرفوا فوائده لا تحطوه بجيوبكم. إنها حبوب كاملة، الشوفان حبوب كاملة خالية من الجلوتين. الشيء الرائع فيه انه خالية من الجلوتين، مصدر كبير للفيتامينات والمعادن والالياف ومضادات الاكسده القلهامة. كل الدراسات بتشير لان الشوفان ودقيق الشوفان لهم كثير جدا من الفوائد الصحية. تشمل هذه الفوائد خسارة الوزن، انخفاض مستويات السكر بالدم، تقليل مخاطر الاصابة بالقلب، وفيما يلي فوائد هذه الحبوب الرائعة جدا الطبيعية العضوية. الشوفان، ما هو الشوفان؟ الشوفان غذاء كامل الحبوب والمعروف عالميا باسم أفينا ساتيفا. الشوفان يستغرق طهي الشوفان فترة طويلة، ولذلك بيطحنوه وبيخلوه ناعم علشان ينضج بسرعة. الناس بتستخدموه بيطبخوه أو بيضيفوه للحليب أو العصير أو يضيفون له الفواكه أو يحمصوه ويقومون بإضافة الفواكه المجففة له. الحقيقة أنا أتناول أغلب أيام الأسبوع أتناول الشوفان، لأنه ما بتعرف فوائده العظيمة جدا. فوائد في الشوفان، الشوفان مغذي بشكل لا يصدق، مغذي جدا للصغار وللكبار. التركيبة الغذائية للشوفان متوازنة بشكل ممتاز جدا، فهي مصدر جيد للكربوهيدرات والألياف والألياف القوية. الشيء العجيب فيه أنه في ألياف اسمها بيتا جلوكان. الشيء العجيب في الشوفان، أحد مصادر القوة في الشوفان أنه بيحتوي على ألياف اسمها بيتا جلوكان. هالبيتا جلوكان هاي من عجائب الدنيا السبعة للإنسان، سبحان الله. كمان الشوفان بيحتوي على بروتين وعلى دهون أكثر من معظم الحبوب. الشوفان فيه بروتينات ودهون صحية أكثر من كل البذور والحبوب بالدنيا، وغني بالفيتامينات والمعادن. فيه منغنيز 191% من الحاجة اليومية للمنغنيز. فيه فوسفور، منغنيز، نحاس، حديد، زنك، فولات، فيتامين B1، B5، الكالسيوم، بوتاسيوم، فيتامين B6، فيتامين B3. شي صيدلية، شوفان صيدلية، أشنو بغيت وش تبغوا من فيتامينات من معادن؟ سبحان الله، في أي شيء هيك يخطر على بالكم فيتامين ومعادن فيه؟ من عجائب الدنيا، كيعجبني بالزاف بيعجبني كثير. زائد بأنه بيو 51 غرام، كل كوب فيه 51 غرام من كربوهيدرات، 13 غرام من البروتين، 5 غرامات من الدهون، 8 غرامات من الألياف. ورغم ذلك لا يوجد به سعرات حرارية عالية، ولذلك ما بيسبب زيادة وزن قطعيا. الشوفان من بين الأكثر الأطعمة كثافة بالعناصر الغذائية اللي ممكن نأكلها. الشوفان غني بالكربوهيدرات والألياف، ولكن أيضا بيحتوي على نسبة عالية من البروتين والدهون الصحية مقارنة بمعظم الحبوب الأخرى. غني جدا أيضا بالفيتامينات والمعادن. الشوفان الكامل غني بمضادات الأكسدة، وفيه مركب عجيب جدا اسمه الأفينا نثراميد. فيه إضافة للألياف النادرة هاي اللي قلنا عنها، فهو بيحتوي أيضا على مركب اسمه الأفينا نثراميد. الشوفان الكامل غني بمضادات الأكسدة تسمى البولوفينول، أبرزها المضاد أكسدة خارق اسمه أفينا نثراميد، والموجود تقريبا أكثر شيء بالشوفان. الأفينا نثراميدات هذه بتخفض مستويات ضغط الدم عن طريق زيادة إنتاج أكسيد النتريك. بيساعد جزيء الغاز هذا على توسيع الأوعية الدموية ويؤدي إلى تحسين تدفق الدم. زائد بأن الشوفان أحد الأغذية التي تزيل الحكة بنجاح تام، هو والقريص، القراص الحريقة بيشيلوا الحكة بشكل ناجح جدا والالتهابات بالجلد.
ايضا بيحتوي الشوفان على ماده عمركم ما سمعتوا فيها او ما عرفتوا فيها اسمه حمض الفيروليك. حمض الفيروليك هذا من اصل نباتي موجود بالشوفان، بيستخدم للعنايه بالبشره مضاد شيخوخه من الدرجه الاولى. ولذلك حطي مش بس تاكلوا الشوفان، حطوه على وجوهكم، اعملوه طحين مطحون مطحون ناعم مثل بودرة، وحطوه ماسكات مع الزبادي مع الفواكه مع أي شيء على وجوهكم. الشوفان بيحتوي على ألياف قوية جدا قابلة للذوبان تسمى بيتا جلوتان. الشوفان بيحتوي على كميات هائلة جدا من هذه الألياف الخارقة جدا، وهي من الألياف القابلة للذوبان، يذوب جزئيا في الماء. وبيعمل الشوفان هذا فيه ألياف من الألياف العظيمة جدا فيه والنادرة اسمه بيتا جلوكان. لما يأكل الإنسان الشوفان البيتا جلوكان هذا بيتحول إلى هلام مسحوق إلى محلول سميك يشبه الهلام، يعني لما نأكل الشوفان بيصير مثل الهلام مثل السمغ مثل الجيلاتين مثل الجل، بيكشط الوسخ من الجسم كله، زائد بيساعد جدا بانخفاض الكوليسترول والشحوم الثلاثية، زائد من الأشياء الرائعة لإعادة البروبوتيك للمصاري. الشوفان أيضا بيساعد مرضى السكري كثيرا من النوع 2 بسكر السكري 2 او ب الشوفان بيحسن حساسيه الانسولين، وبيستفيدوا عليه مرضى السكري اللي عندهم كرش. الشوفان اكثر ناس بيستفيدوا عليه هم اللي عندهم سكري وعندهم زياده وزن، بيستفيدوا عليه جدا. ليش؟ لانه بيتحول لهلام، الهلام هذا بينظف المصارين، بيمنع قطعيا الكرش بشكل ممتاز جدا. دقيق الشوفان ايضا بيخلينا نشعر بالشبع، ولذلك ما بيخلينا بيخليك تشعر بالشبع، ما بيخليك تاكل كميات كبيره جدا، للزائد بانه رائع جدا للبشره، وبيضعوه على كثير من المنتجات. وبعام 2003 في عام 2003 وافقت اداره الغذاء والدواء الامريكيه FDA وافقت على الشوفان الغروي، وهو احد انواع الشوفان مطحون جدا مثل البودره، كعلاج كماده واقيه للجلد لعلاج الاكزيما. اداره الغذاء والدواء الامريكيه بعام 2003 سمحوا للطب الامريكي باستخدام الشوفان للاكزيما وللجلد والمنتجات العنايه بالبشره. ليش؟ لانه قالوا فعلا بانه ما في احسن منه، ما في ازين منه للبشرة. زائد بأن الشوفان يقلل من خطر الإصابة بالربو. في شيء لازم تعرفوه بأنه الباحثين بالعالم يعتقدوا، العلماء الطب بالعالم بأمريكا بالعالم يعتقدون بأنه الأم عندما تقوم بإطعام الرضيع أغذية صلبة بشكل مبكر، العلماء الطب بالعالم بيقولوا إذا الأم طعمت الولد أكل صلب أغذية صلبة، يعني أي أكل قاسي، الأكل يعني الأكل العادي، إذا طعميناه للأولاد اللي بيرضعوا بشكل مبكر من المحتمل أن يصابوا بالربو. إلا الشوفان، الشوفان يمنع الربو. حتى إذا عندك ولد عمره 6 شهور بيقولوا الأمريكيين بإمكانك الطعميه الشوفان، بيمنع عنه الربو والحساسية. الشوفان أيضا يعالج الإمساك بشكل ممتاز جدا بسبب الألياف الرائعة جدا الموجود فيه. والناس اللي بيأكلوا شوفان على شكل حساء شوربة لمدة 12 أسبوع 3 شهور يعني بيعالجون الإمساك نهائيا، وخصوصا كبار السن. أنا بناشدكم الله سيدي مولاي، ادخلوا الشوفان للمطبخ، دخلوا الشوفان الكامل مش المقشر، الكامل للبيت، حمسوه شوي ها، قرمشيه شوي، حطي معه قطع فواكه مجففه، قطع جففي موز، من دوائر موز رقيقه جففيها،
التفاح دواء رقيق تجفف فيه يدي، البرتقال دواء رقيق مجفف، تمر، عنب رقاق عملية وجفف، أناناس، الفواكه الخضار، التمر قطع صغيرة وجففوه تحت مروحة قوية، فرفيرة قوية، جففوه وجيبوه، وبعد ما يجف تمام قطعوا قطع صغيرة أصلاً، ها، وجرشوه حطوه مع الشوفان المحمص، حطوه مع الحليب، خليها الأولاد يشربوا منه، الكبار افطري فيه، اطبخيه. هو ني كامل، عملي شوربات، عملي حصيدة، عملي حساء. ترى يا جماعة، ترى بقول لكم ما في أزين منه للإنسان بقدرة الله تعالى، فيتامينات، معادن، بتجلوكان اللي بيشيل الوسخ وبينظف الجسم وبيزبط المصارين وبيشيل الإنساك وبيشيل الغث من بطنك نهائيا، من بطنك بقدرة الله تعالى. زائد لمرضى السكري ما في أحسن منه. حبايبي نور عيوني، بناتي العزيزات، أخوي حبيبي نور عيوني، أنا أريد والله لك الخير، ما بتخسر شيء. الشوفان رخيص ولله الحمد، اشتري شوفان كامل مش مقشر، مش ها، خذوا واعملوه واطبخوه، حطوه على الكبسه، جربي حطي على الكبسه، طيب جربي حطي على الطاجن، جربي حطي على الكسكسو، طرب جربي حطي على البلبوله، جربوا حطوه يا جماعه مع الرز مع الاكل، بدل بالاعتماد على الرز، على الرز ترى خير وبركه. هذا شوفان يا عباد الله ابغاه ببيوتكم، ما ابغى، ابغى كل ما ازور واحد منكم ابغى اشوف عنده شوفان. الله يرحم لكم الوالدين، الله يرحم لكم الوالدين، الله يرحم لكم الوالدين، ترى فيه الخير. أرجوك توجه للسوق واشتري شوفان. يلا قولوا يا رب، يلا يا عيال.